منورانا دايما في الاستوديو مهندسه اماني غنيم رئيس الهيئه المركزيه للتنميه الاجتماعيه بوزاره التضامن. اهلا بيكي يا باشمهندسه، اهلا دايما بيكي منوره نهايه رئيس الاسبوع. الاداره المركزيه للتنميه رئيس الاجتماعيه، الاداره المركزيه، اهلا بيكي يا اهلا فندم. بيكي. طيب الخدمه العامه في ناس كتير يعني بطلت تتكلم في الموضوع ده الى ان صدر القرار. تمام. ايه هي الخدمه العامه؟ نشرح كده يعني هو باختصار شديد جدا، الخدمه العامه دي واجب وطني على كل فتاة وشاب مصري. أولا هي هدفها حب وتنمية، حب التطوع داخل الشاب أو الفتاة لخدمة بلده. أوكي. ده باختصار شديد جدا الخدمة العامة. الخدمة العامة دي بتبقى سنة بعد التخرج، سواء مؤهل عالي أو ثانوية عامة أو ما يعادلهم. ليه؟ علشان أنا هي سنة لكله؟ سنة لكل المؤهلات؟ لأي مؤهل، مؤهل عالي أو متوسط أو يعني هي للكل، سنة بعد الشهادة نفسها. تمام. السنة دي بيأديها في إيه؟ بيأديها في خدمة المجتمع. طبعا احنا عندنا مجالات كتير جدا للخدمة العامة. اولا احنا ما بنفرضش على المكلف المجال اللي هو هيأدي الخدمة العامة بتاعته فيه، ما بنفرضش عليه المكان بتاعه، بالعكس ليهم مطلق الحرية ان هم يختاروا المكان ويختاروا المجال. طبعا علشان لا دي مش فاهماها، انا اقول لحضرتك يعني نقول بس المجالات تمام. الاول اللي ممكن تكليف تمام. الخدمه العامه فيها تمام. احنا عندنا مجالات كتير جدا بتعدي ال 25 مجال، وممكن نقول منها ان احنا عندنا النيابه العامه والتامينات الاجتماعيه واطفال بلا ماوى ورعايه الايتام والاسر البديله ورعايه المسنين وبنك ناصر ومحو الاميه وتكافل وكرامة والأسر المنتجة والتنمية والخدمات الطفولة وخدمات تعليمية وخدمات صحية. إلخ من كل المجالات اللي احنا ممكن يؤدي فيها الشاب أو الفتاة الخدمة الاجتماعية. في حاجات مؤخرا ظهرت برضو عندنا جديدة؟ مجالات جديدة. طبعا احتياج المجتمع بيتطلبها. طبعا كلنا بنسمع عن برنامج تكافل وكرامة اللي أصدرته الوزارة من فترة. ممكن يأدوا الخدمة طبعا وبيأدوها فعلا بقالنا سنة من ساعة ما بدأ البرنامج، وفي فعلا تكليفات بتبقى مكلفات بيحبوا ان هم يأدوا الخدمة العامة فيها. في مشروطية تكافل وكرامة بالإضافة لتكافل وكرامة. في عندنا في وزارة التموين، في عندنا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في محكمة الأسرة، في بعض البرامج الجديدة زي لا أمية مع تكافل وبرنامج فرصة واتنين كفاية. كل هذه البرامج وكل هذه المجالات بتطلب مكلفين خدمة عامة. طبعا بالإضافة إلى أن برضو معالي الوزيرة ادتنا تكليف مؤخرا أن إحنا نبعت جوابات لكل الوزارات اللي موجودة، على أساس أن لو في احتياجات للوزارات دي لتكليف المكلفين خدمة عامة في بعض المجالات عندهم، وده نظرا لأن التعيينات دلوقتي بقت قليلة، في تقلص في الجهاز الإداري، فبنحاول أن احنا نستعين بشباب الخريجين من البنات. طبعا هو مش إجباري ومش إلزامي، بس البنات مش شرط يعني. لا هو مش شرط، هو مش شرط. اصل هو كانوا زمان بيقولوا ايه الخدمة العامة دي شرط علشان الناس اللي كانت بتشتغل في الحكومة، ده عشان مصوغات التعيين، لانها بتطلب دلوقتي في مصوغات التعيين. بالظبط. دلوقتي مفيش تعيينات، فيش تعاقدات، في إلخ من كل الحاجات دي، فتقلصت شوية طلب الشهادة دي. لكن هو بقى مطلوب دلوقتي المكلف نفسه. مش علشان الشهادة، لا، انا علشان استعين بالطاقة بتاعت الشباب في انها استفيد بيها في تنمية، اولا فكرة التطوع ان هو يخدم بلده، يعرف مجالات كتيرة جدا في بلد غير مجال التعليم اللي هو تعلمه. طب حضرتك دلوقتي بتقولي لي ان الموضوع مش اجباري، ولا لا. اجباري ان هو ان الولد او البنت يروحوا، ولا اجباري حتى لو هو راح المجال. بالظبط. طب انا يعني بقود الموضوع ازاي؟ اولا حب التطوع للوطن، دي نمرة واحد عشان اخلي الشاب يخدم في بلده. تاني حاجة، لو طلب في اي شغل، لو جاله اي شغل هيطلب منه الشهادة دي. اي شغل دلوقتي، اي عمل، قطاع خاص، قطاع عام، بنوك، حكومه، ما هي حاجة. بقى دي النقطه اللي انا بسال عليها. ايوه بالظبط. يفضل ان اعملها على طول بعد التخرج علشان اخد الشهاده بتاعتي واشيلها. طيب فرضا ان حد ما عملهاش بعد التخرج فجه مثلا قعد سنه سنتين، مفيش مشكله. يعني حضرتك لو قرينا القرار تاني نقول الخريجي 2018 وما قبلها.
وما قبلها، يعني ممكن اللي قبلها ما أداش الخدمة العامة وجاله شغل وعايز مطلوب منه شهادة إتمام الخدمة العامة، أهلا وسهلا يجي يأديها، ما فيش مشكلة خالص. لمدة سنة. لمدة سنة، لازم تكون لمدة سنة. تمام. ولو ما أدهاش ما ينفعش يشتغل؟ لا مش ما ينفعش، ممكن يبقى في تعاقد، ممكن الجهة اللي هو هيشتغل فيها مش طالبة الشهادة. بس مش هي كل الجهات بتطلب. مش كل الجهات بتطلبها، لكن لو في تعيينات حكومة، لو في تعيينات زي ما قلنا في أي بنوك، في أي أجهزة، في أي مجالات بتطلب فيها، زي شهادة الإعفاء بالظبط بتاع الجيش. يعني الشاب لما بيجي يتعين أول حاجة بيطلبها بعد شهادة الميلاد وشهادة التخرج تجنيد، بيقول شهادة تجنيد. فدي بتعتبر حتى للشباب اللي ما بيأديش الخدمة العسكرية بتطلب منه الشهادة دي. حتى اللي ملهوش بالظبط، لو ولد وحيد أو كذا أو كذا أو واخد إعفاء من التجنيد لازم ياخد شهادة. طيب، زرع حب التطوع وحب الانتماء في الشباب بعد السنين دي كلها اهمال من يعني الخدمه العامه وما كانش حد، خلاص الناس ابتدت تنساها، انا عايز اعرف الحافز اللي بيقدم ايه؟ هل انا بساعده بعد كده ان هو يلاقي شغل؟ هل انا بقدم له تدريب معين؟ هل انا بديله حتى مبلغ رمزي؟ انا ايه الحافز اللي بقدمه للبنت او للشاب عشان ازرع فيه؟ ما انا لازم احفزه، هو طاقه وانا عايزه الطاقه دي بالزبط. فلازم اديله حافز. كلام إيه هو كلام حضرتك مظبوط طبعا. هو طبعا الحافز اللي مكتوب في القانون طبعا حافز من سنه 73، واحنا دلوقتي عرضنا قانون جديد على معالي الوزير. طبعا الحافز المادي قانون جديد ان شاء الله هيعادل الحافز بتاعه، بس هيكون في طبعا اتفاق بين وزير التضامن ووزير الماليه، وبيتم عرضه على مجلس الوزراء بحيث ان هو يتكرر المكافاه بتاعته. طبعا عشان العدد الكبير جدا اللي بيتقدم للتكليف، يعني احنا مثلا وصلنا في 2017 عدينا 60,000 وكسر مكلف على مستوى الجمهوريه. بدا التسجيل اول سبتمبر 2018 للدفعه الجديده اللي هي الدفعه 91، برضو التسجيل عدى 60,000، حوالي 64,000 تقريبا. ليه؟ لان بقى في شغف ان انا ادي الخدمه العامه بتاعتي. في بعض الجهات بتقدم حافز مادي من عندها بيتراوح ما بين 250 وما بين 800 جنيه، ده حافز اضافي من كل جهه. طبعا احنا لما بعتنا للوزارات بتاعتنا عشان احتياجات المكلفين من الخدمه العامه، مش عدد بس، احنا قلنا لهم كمان وفروا لنا مقابل للمكلفين اللي انتوا هتاخدوهم. ليه؟ برضو بيبقى بدل انتقال، بدل مأكولات، بدل اي حاجه، بس المهم يبقى في حافز يشجع المكلف على انه يروح المكان. طيب خليني افكر مع حضرتك كده في حوافز من نوع اخر. اتفضلي. ايه المشكله او ايه الصعوبه ان انا بالاضافه يسأس؟ هو كده كده هيبقى هو فولنتير بالظبط، فاخد الحافز، ما خدش الحافز المادي، يعني هو إيه متطوع. مش هتبقى فرقه قوي معايا. تمام. ايه المشكله ان انا يكون الحافز ده ان انا مثلا لو انت اثبتت جداره في المكان ده اقدر اساعدك تشتغل في مكان في نفسه، مكان نفسه او مكان مشابه لي، اقدر ان انا اوفر لك وظيفه. تمام. اقدر كذا. تمام. يعني هيكون اعتقد ده اقوى من الحفل. هو فعلا وهو فعلا كده، الاماكن اللي بيبقى عندها الموازنه بتاعتها تسمح بان فتره التدريب، هي تعتبر فتره تدريب اولا كانه بيتدرب، يحتاج السنه دي سوق العمل تدريب. بعد التخرج بيبقى بعد السنه دي هل انت محتاج المكلف ده عندك ولا هتستغنى عنه؟ في جهات كتيره جدا بتستعين بيهم وبتخليهم مستمرين معاهم بتعاقدات بقى، لان هو مجرد ان هو ادى الخدمه العامه خرج من تحت وزاره التضامن الاجتماعي، خد الشهاده بتاعته، ملوش دعوه بقى، خلاص بقى تبع الجهه. ايوه بالظبط كده، تبع الجهه اللي هو اتدرب فيها او اي جهه اخرى هو شايف ان هو عايز يشتغل فيها، مفيش مشكله. لكن لو الجهه اللي هو تم تكليفه فيها شايفه ان هو بعد فترة التكليف دي او تعتبر فترة التدريب دي عايز يشغله عنده، مفيش مشكلة جدا، بيتم التعاقد مع المكلف وبيستمر معاه، مفيش اي مشكلة. ودي حصلت معانا في بعض الاماكن اللي في النيابة الادارية والنيابة العامة، فعلا المكلفين اللي تم تكليفهم في هذه الجهات استمروا معاهم لفترات يعني بعد كده متعددة يعني. تمام. ده بالنسبة ل بالإضافة على فكرة، لأن إحنا عندنا برضو اللي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي في الـ في الـ في الديوان العام نفسه، إحنا بنستعين بالمكلفين في النواحي الإدارية،
بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية بتاعت الأيتام والمسنين. هم بيبقوا موجودين فعلا، وبعد فترة التكليف بيتم بيكملوا. بيكملوا. دي بقى أي نقطة برضو. ليه؟ لأن احنا بنقول إن فترة السنة دي بتعتبر تدريب على المجال نفسه.